السؤال هو: مستر كريم، أنا في الحصة ببقى فاهم كل حاجة حضرتك بتشرحها، السكيلز تمام، الهاكس تمام، حضرتك بتجاوب ببقى فاهم كل حاجة وما عنديش أي مشاكل في أي حاجة. بروح البيت، وأنت أساسا في البيت يعني، المهم بعد الحصة بعمل براكتس، بعمل هوم ورك لوحدي وببص على الإجابات، ما بعرفش أعمل حاجة، ما بعرفش إني أعمل السكيلز والهاكس بتاعتنا، بحس إن أنا مش فاهم أي حاجة ومش عارف أعمل أي حاجة، طبعا مش قوي كده بس يعني بحس ان انا مش عارف احل كويس زي في الحصه. باجي الحصه اللي وراها نصلح الهومورك مع بعض، اكتشف ان الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. هل انا مجنون يا مستر كريم ولا انا بني ادم طبيعي؟ الاجابه حضرتك وحضرتك طبيعيين جدا جدا جدا، وده شيء طبيعي في اي حاجه جديده بنتعلمها واحنا شغالين سوا، طبيعي ان الموضوع يكون اوضح بالنسبه لك. انما لما حضراتكم تحلوا لوحدكم، لما حضراتكم تشتغلوا لوحدكم، طبيعي ان يكون في حاجه اسمها learning curve، يكون فيها صعوبه شويه في البدايه، مع البراكتس الكتير والوقت الكتير الموضوع ده بيتحسن كتير. اف خدتوا بالكم الكلمتين اللي انا هقولهم فاحذروا، لازم 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 تبقى مدرك اللي انا قلته ده، ان طبيعي ان انا في الحصه افهم الحاجه كويس، لما اجي احل لوحدي في البيت الاقي ان في صعوبه وان انا مش قادر اطبق كل حاجه لوحدي زي ما بنعمل في الحصه. ده طبيعي جدا وانا مش مجنون وكل الناس كده، ولكن الحل بتاع الموضوع ده اني افضل مصر اني احاول احل بالسكيلز والهاكس وانا بحل الهومورك في البيت. يعني ما اجيش واقول اصل انا ما بعرفش احل لوحدي بالسكيلز والهاكس فانا هحل السؤال ده كده اي كلام، هبص عليه والاجابه اللي تعجبني هختارها وخلاص. لو حطيت نفسك او حطيتي نفسك في المود ده، في المايند سيت ده، هتفضلوا كده على طول، وهتلاقي نفسك بتاخد معايا حصص كتير جدا والسكور بتاعك عمره ما هيعلى، لانك ببساطه جوه الحصه بني ادم وفي البيت بني ادم تاني خالص. ما ينفعش، لازم ابقى عارف ان وانا بحل لوحدي في البيت الهوم ورك هيبقى صعب ومش هعرف اطبق سكيلز والهاكس، بس هحاول وهتعب. الحصه اللي وراه مستر كريم هيشرح هفهم، هروح البيت اعمل هوم ورك هتعب، وهكذا مره في مره الموضوع هيبقى اسهل. انما لو فصلت نفسك عن اللي احنا بنعمله في الحصه هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. طيب هقول لك على هاك كده صغيره تساعدكم في الموضوع ده في البيت. دايما خلي معاك ليست، خلي معاكي ليست بالسكيلز والهاكس اللي خدناها كلها، كل الحاجات اللي احنا كاتبينها مع بعض في الحصه. وكل ما اجي على اي سؤال بحله في الهوم ورك ابص على السؤال ده واقول عايز احاول استعمل في السؤال ده سكيل نمبر 1، وعايز احاول اطلع سكيل 2 وسكيل 3 وسكيل 4 وسكيل 5 وسكيل 6 وسكيل 7 و8 و9 و10 و11 والهاك دي والهاك دي والهاك، تعدي على الليسته كلها. يمكن تستعمل حاجتين بس من مثلا 20 حاجه، تستعمل اثنين بس، بس هتبقى استفدت انك رجعت على كل دول وتعبت لغايه لما لقيت الحاجتين دول. المره اللي جايه هيبقى احسن، المره اللي وراها هيبقى احسن، and so on. So please يبقى عندكم الكونفيدنس، الثقه دي مهمه جدا، ان ده طبيعي وبيتحسن مع الوقت، ولكن اهم حاجه ما نقعش في الفخ الشهير اللي هو انا مش بعرف احل لوحدي فبالتالي وانا لوحدي هعمل اي كلام وخلاص، كده مفيش اي استفاده. شباب very important اللي انا قلته ده.